ميكيل موروني بدور أب. Our brand new series. Should I prepare dinner? Not the same as mom. نعم، هالمشاهد الدرامية هي اللي مكلم روني اللي حيطلع على الجمهور هالشهر بفيلم جديد بعنوان Subservience. ومع أنه هالعمل ما بيخلى من مشاهد الحب الجريئة، إلا أنه موروني عم بيقدم من خلاله شخصية جديدة فيها الكثير من الدراما والأكشن، وبعيدة عن اللي قدمها بأشهر أعماله 365 Days. والكثار شاف أنه هالعمل حيثبت موروني أكثر كممثل بعيداً عن الأدوار الجريئة اللي نعرف فيها، فهو حيكون بيلعب دور زوج حنون وداعم لزوجته المريضة، بالإضافة أنه عم بيقدم دور الأب بكثير من الأحساس. وطبعاً حنشوفه كمان بمشاهد أكشن، فالعمل بيدور بإطار الساينس فيكشن ثريلر، والحلو كمان أنه في جزء كبير بيحكي عن وجود الـ AI بحياتنا. The most sophisticated AI on the planet. Daddy, can we get her, please? فموروني بيكون أب اسمه نيك، عنده ولدين، وبيقوم بشراء بطاقة سم منزلية لمساعدته برعاية منزله وعائلته، بس هو ما كان عارف إنها رح تتحول لقاتلة خطيرة جدا ويعيش هو وياها علاقة غير طبيعية. وهالقاتلة هي ميغان فوكس، وما في شك إنه الفانز متحمسين كثير ليشوفوا هالثنائية، فالواضح من المشاهد الأولى إنه الكيمستري عالية جدا بينهم. Just down.